أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا، وبسعدنا أن نقرأ لكم اليوم رسالتين. نشجع الأصدقاء يكتبوا لنا دوما، وهذا الشيء بيشجعنا. في جتنا رسالة من القدس، والأخ بيسأل بيقول: أردت أن أسأل سؤالا، عندما قرأت في الكتاب المقدس عن لوط وبناته وجدته يخالف تعليم مدارس الأقصى وما علمنا إياه أستاذ التربية الإسلامية، ومش حقدر أقرأ، يعني رسالة طويلة. وبعدين بيقول كمان: ولم أجد أي ذكر عن الكعبة في الكتاب المقدس، ولأنه قديم جدا، ولم أجد ذكر في الإنجيل عن الحجر الأسود ولا عن الحجر الكريم الذي كان على ظهر الكعبة. شو رأيك بهالرسالة؟ بالتأكيد طبعا فيش في الكتاب المقدس حاجة بالشكل ده، وكويس ان هو بيقرأ وبيبحث بنفسه وبيشوف بذاته، يعني لعل من خلال البحث والدراسة الإنسان يوصل للحقيقة إن شاء الله خير. آمين. وصلنا رسالة تانية من ألمانيا، حب رأيكم كمان أصل منها: غبطة القمص زكريا بطرس الموقر بعد التحية. لا بلاش غبطة، دي تحصل من حاجة كبيرة. أنا القمص زكريا بس، تفضل. وقال تعالى: لا إكراه في الدين وإلى آخره. فهذه الديانات الثلاثة، وكل يؤمن بالله على طريقته، والكل يظن أنه على صواب، والآخر ضال، وسوف يحكم الله يوم القيامة بين الجميع، والسعيد من فاز. ولكن السؤال يا سيدي: ماذا تريد أن تثبت للمشاهدين حينما تنتقد القرآن والإسلام؟ عندما تقرأ شيئا من القرآن، وأسمح لي أن أقول لحضرتكم أنك تخطئ في القراءة، وعلى الرغم من ذلك فالسامع والمشاهد يعرف أن هذا كلام الله. بقول أيضا بعد الآيات، وحب أقول: وقد شاهدت كثيرا من الحلقات الذي بثتها قناة الحياة، وكلها مغالطات للأسف، مقصودة أو غير مقصودة، والله يعلم. واذكر غبطتكم حين استشهدت بالآية: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد انتزعت هذه الآية من السياق، ونسيت الآية التي قبلها مباشرة: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط، ما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمسلم هو من يسلم أن الله وحده لا شريك له، وكل الرسل أبلغ البشرية بذلك. فالرسل مسلمون، والمسلم يعترف بالمسيحية السمحاء ويعترف باليهودية، ولكنهما لا يعترفان بالإسلام إلى آخره. شو رأيك بهالأسئلة؟ وطبعا احنا بنبقى مبسوطين قوي ان الإنسان يكتب لنا حتى ولو كان بأسلوب شديد، فحرية تعبير وحرية رأي يعني، فاحنا بنبقى مبسوطين خالص، وبنشجع أحبائنا المشاهدين يكتبوا علشان خاطر نناقش مع بعض. وهو تعرض لحاجات كتير في الواقع، لما بيقول ان انا بنتقد القرآن، انا ما بنتقدش، انا مجرد بقرأ في الكتب الإسلامية وبقول اللي فيها ايه. اذا كان النقد ده نقد يعني، يبقى هو نقد الكتب الإسلامية مش نقدي انا. فإذا أنا اتكلمت حاجة من عندي مش موجودة في الكتب بتاعتهم، يقول لي أنت قلت كذا، مش موجودة في المراجع. لكن المراجع بتبقى موجودة على الشاشة، المراجع في كل كلمة أنا بقولها. فإذا لو كان هناك نقد، فتبقى هي الكتب الإسلامية هي التي تنقد نفسها. أنا بأخطأ في القراءة، ماشي، يقول لي غلطت في ايه والصح بتاعها ايه، ما عنديش معنى ان احنا نتعلم يعني. رغم ان انا حريص جدا، لان درست اللغة العربية دراسة متبحرة بعد الجامعة وبعد التخرج،
درس 10 سنين لغة عربية فقط وبكل ما فيها من نواحي يعني، فما عنديش مانع نحن نتعلم، يموت المعلم ولا يتعلم مش عيب، فبس يجيب لنا ايه الغلط وايه الصح بتاعه. هذا كلام الله، هل انت بتؤمن انه كلام الله؟ ودي قضيتك يعني. ولو كان كلام الله زي ما بتقول الآية القرآنية، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعتقد ان الحلقات كتير بتبين رأي تاني غير الرأي اللي انت بتقوله. كلامي كله مغالطات، حلو، يقول لي انت قلت كده وديت مغالطة والصح بتاعها كده وهكذا، لكن مجرد كلام مرسل ما بيفتش. بيقول من اتبع غير الإسلام دينا، اي بيقول انت ما قريتش اللي قبليها، طيب نقرا اللي قبليها، ما قريت وقلت، طيب ايه اللي غير في الموضوع بقى؟ من اتبع غير الإسلام، بيقول الرسل المسلمين، طب حلو، امال تروح فين سوره التوبه لو اهل المسيحيين مسلمين وكده؟ تروح فين سوره التوبه ايه 29، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه. طب ما اذا كانوا مسلمين ما يقتلوهمش، فادم راح يقتلوهم ان ما قالوش دين، ما اعتنقوش دين الحق، يبقى كلام بتاع حضرتك مش مظبوط ومحتاج انك انت تراجع نفسك في هذا الامر. اوكي، شكرا جزيلا. شكرا ايضا. فينا بلش اليوم موضوع جديد عن ميثاق حقوق الإنسان. نحن هلأ بعصر الحريات وفي كتير دول عربية إسلامية وقعت على هذه الوثائق، هل في يعني توافق بين الدين الإسلامي أو الدولات الإسلامية مع حقوق الإنسان؟ شو رأيك؟ وإحنا الأول نعرف إيه هي الحرية في حقوق الإنسان، ونشوف الدول العربية اللي وقعت على هذه الوثيقة بتاعت حقوق الإنسان، وهل هم ماشيين بالموضوع ده، وهل الإسلام ماشي بيه ولا لا. فعندنا في المادة 18 فقرة 1 من حقوق الإنسان بيقول لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره، وفي أن يعبر منفردا أو مع آخرين بشكل علني عن ديانته أو عقيدته، سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم، يبقى حرية اختيار وحرية عبادة. ونفس المادة 18 وفقرة 2 يقول لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها. إذن حرية اختيار ومحدش يقدر يعطله، هو ده حقوق الإنسان. فهل يا ترى الإسلام يتيح ذلك؟ كويس، أنت أعطيتنا هون شو تقول وثيقة حقوق الإنسان. وطيب شو بيقول الإسلام عن الحريات أو الحرية الدينية؟ ده سؤال جميل، لأن هو بيفرض نفسه طبعا في هذا الحوار. في سورة التوبة آية 29 اللي أنا لسه قايلها من شوية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ممن أوتوا الكتاب، اقتلوا مش سيبوهم على حريتهم. في صحيح البخاري يقول عن أبي هريرة قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب ما تسيبهم حريتهم، ليه تقاتلهم؟ حقوق الإنسان غير كده ولا إيه رأيك؟ بخصوص حرية الارتداد، لما بيقول كل واحد حر ان هو يرتد عن الدين وياخذ دين تاني، أيوة. او حتى ما يكون عنده ديانة حتى. في سورة البقرة يقول ايه؟ آية 217 ومن ارتد منكم عن دينه فليمت وهو كافر إلى آخره. النيسابوري فسر
هذه الآية قائلا: من يرتد يقاتل حتى يظفر به فيقتل. حرية. وفي موطأ ابن مالك حديث 559 عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. وفي السيرة النبوية لابن هشام الجزء السادس صفحة 311 عند موت النبي ارتد العرب عن الإسلام، ارتد العرب عن الإسلام. وقد ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ جزء الثاني صفحة 137 أنه في هذه الارتداد حرب الردة قتل الآلاف في حروب الردة. ويكفي أن خالد ابن الوليد بمفرده هو والجيش بتاعه قتل من فرقة واحدة هي فرقة بني حنيفة قتل 20,000 رجل. بعيد عن التاريخ القديم، ولكن شو فينا نتكلم عن العصور الحديثة خاصة القرن 20 و21 اللي عم نعيشه حاليا، عن عصر حقوق عن الحريات وحقوق الإنسان. الحقيقة المثل الصارخ لهذا الأمر الذين يتنصرون في البلاد العربية بيقول لهم آه كويس إن كنتم بتختاروا الدين وعايز يغير البطاقة يغير بطاقته ويعيش في سلام وكده، ولا بيقبضوا عليهم وبيعذبوهم ويضربوهم، والبعض منهم بيموت في داخل السجون والبعض التاني لا يعرف عنه شيء. دي حرية الاختيار، حرية الارتداد. الدول دي وقعت على ميثاق حقوق الإنسان. على فكرة العالم مش نايم، في تقرير بتاع وزارة الخارجية الأمريكية ذكر هذه البلاد التي لا تحترم حقوق الإنسان رغم أنها موقعة عليها، زي مصر وزي السعودية. شو بقول عن مصر لنقول التقرير؟ يا خبر أبيض. بيقول لك التقرير نفسه بالنص: تواصل الحكومة المصرية محاكمة المواطنين بسبب معتقداتهم، ولا تعترف الحكومة بتحول الناس عن الإسلام إلى المسيحية. وأثار الرئيس الأمريكي وزير الخارجية ومساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط والسفير الأمريكي والمسؤولون في السفارة هواجس الحرية الدينية في حوار ثنائي مع القادة المصريين، وصل إلى أعلى المستويات حوار. وناقش السفير فوق العادة لشؤون الحرية الدينية انتهاكات الحرية الدينية مع كبار المسؤولين المصريين، وسافر المسؤولون من مكتب الحرية الدينية الدولية إلى مصر واجتمعوا مع المسؤولين على المستوى الوزاري ومع المسؤولين الحكوميين الآخرين ومع القادة الدينيين والمنظمات غير الحكومية. في اهتمام عالمي بالموضوع. انتوا وقعتوا على وثيقة حقوق الإنسان، فين هو ده على أرض الواقع؟ مشكلة. هذه حالة مصر. فيك تقلنا شو بقول هالتقرير بالنسبة للعربية السعودية؟ المملكة السعودية بيقول بالنص برضو إن حرية الديانة غير قائمة أصلا في السعودية. وأضاف أن الإسلام هو دين الدولة السعودية وعلى كل المواطنين أن يكونوا من المسلمين إجبار، وإلا ما يبقاش مواطن في الحرية. وجاء في التقرير أن تقارير كثيرة أفادت عن إلقاء الأئمة المسلمين في المساجد الذين تدفع الدولة رواتبهم خطبة نارية. ده التقرير بيقول كده، خطبة نارية مناوئة للمسيحية المسيحيين واليهود. وفي سبتمبر أيلول 2004
وصف وزير الخارجية الأمريكي السعودية بأنها دولة تثير قلقا خاصا بسبب خروقات خطيرة للحرية الدينية. وأثار السفير الأمريكي حالات معينة من الخرق مع مسؤولين سعوديين كبار. ويقول التقرير: قام السفير المفوض فوق العادة لشؤون الحرية الدينية الدولية وكبار الموظفين العاملين معه بزيارة المملكة العربية السعودية للاجتماع بكبار المسؤولين الحكوميين وللتشديد على التحسينات في موضوع الحرية الدينية. وخلص السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية إلى القول: إننا نواصل السعي في بلادنا وفي الخارج لدعم الحرية الدينية كونها حقا عالميا مؤكدا وما ينبض به قلب الإنسان من طوق روحاني ينم عن كرامة فطرية حميمة، وهذا جدير باحترامنا وبأن نصر على حمايته. واضح أنه هالقضية قضية حرية الإنسان وحرية دينية، يعني صار الشغل الشاغل بكل العالم. أيوة. ولذو الحظ بنشوف أنه في علامات استفهام يعني كبيرة بخصوص كيف موقف البلدان الإسلامية تجاه هالحقوق يعني مهمة كتير. وشو كيف بتشوف أنت موقف هالموقف يعني شخصيا من منظورك الخاص؟ شوف، هو الحكومات العربية مش هي العيب، مش عندها العيب، أعمق من كده. العيب في القرآن نفسه اللي بيحض على قتل من ليس مسلما وقتل من يرتد، يعني اللي بيمارس حريته، في آيات قرآنية بتقف ضده. فالمشكلة والقضية ما هياش قضية حكومات، ده طول ما ان دستور البلاد العربية ان دين الدولة الإسلام، ده في حد ذاته إعاقة لحرية الإنسان. يعني أكيد أنه إذا في تطور لازم يكون في دولات علمانية، مش فصل الدين من الدولة. يعني الدين لله والوطن للجميع. وبعدين طول ما في سيف الجهاد وسيف حد الردة، الدنيا مش هتستقيم. يعني شو الحل بالنسبة بنظرك، يعني بالنسبة لهال أنا من وجهة نظري بشوف أن الحرية أثمن شيء بيتمتع به الإنسان، ولا يجوز إطلاقا مصادرة حرية إنسان. دين الإسلام بيدعو وعايز ينتشر، يدعو يعمل دعوة. حاج بيقول لا الدين الإسلام ما يعملش دعوة، يعمل دعوة، كلم الناس، ادعي الناس زي ما تعايز، بس بالإقناع وليس بالسيف. بالإقناع وليس بالسيف. وإذا من هنا ينبغي فصل الدين عن الدولة، لازم فصل الدين عن الدولة، ويلغى من دساتير هذه البلاد المادة القائلة بأن دين الدولة الرسمي الإسلام. أنا ده الرأي اللي أنا شايفه لحل المشكلة بمنتهى الصراحة. هذه فكرة، يعني فكرة معقولة، يعني وبعتقد انه يوم ان شاء الله يصير واقع لكل بلد عربي وحتى في العالم، لان العالم متحضر. طيب اذا فينا ننتقل الى نقطة تانية بتتعلق بحرية يعني الانسان. هذه في مشكلة تانية، انه بنشوف انه الكتاب المقدس بيقول انه يعني الانسان هو شخصيا منوش حر. وشو يعني بيرد الإسلام بالنسبة للحرية، وشو مفهوم الحرية بالمسيحية؟ دي حتى مهمة قوي. الحقيقة لما بندرس الإسلاميات والكتب الإسلامية بنلاقي حقيقة غريبة الشأن جدا. مثلا في سورة إبراهيم آية 4: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء.
الله اللي بيضل وهو اللي بيهدي. صعب قوي ان الله يضل. طب حرية الانسان فين لما ربنا بيضله؟ طب وذنب الانسان اللي ربنا اضله ايه الذنب؟ في سورة الاسراء آية 16، واذا اردنا، ده ربنا بيقول لك يعني اللي هم بيقولوا ربنا اللي بيقول كانت، اذا اردنا ان نهلك قرية، ها ربنا عايز يهلك قرية يعمل ايه؟ يقول لك امرنا مطر فيها ففسقوا. امرنا مطر فيها ففسقوا، يا ربنا بيؤمر بالفسق. صعبة صعبة شوية، فين حرية الرأي؟ امرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طب ذنبهم ايه؟ طب امرت المطرفين. في صحيح المسلم جزء 4 يقول حديث محمد بيقول يرسل الله، شوف 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 حرية الإرادة موجودة فين دي، يرسل الله ملاك إلى بطن الأم للجنين فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يعمل إيه بقى؟ يكتب رزقه، ده هو في بطن أمه، وأجله وعمله وشقي أم سعيد. من قبل ما يتولد ربنا اللي بيكتب عليه ده. طب فين حرية الاختيار؟ في حرية الإرادة. وبعدين يقول لك إيه؟ فوالذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إليه الكتاب اللي ربنا كتبه عليه وبطن أمه فيعمل بعمل أهل النار. يعني لسه يعني خلاص هيوصل يعمل عمل أهل النار لأنه مكتوب عليه وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ده فيدخلها، يعني يدخل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. الله، يعني اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طب إيه ذنب الإنسان إنه مكتوب على جبينه وهو في بطن أمه إنه من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ إيه ذنب؟ مشكلة. بس هل الفكرة بعدين موجودة عنا يعني خاص حتى بالشرق إنه لما نقول مكتوبة كتير حتى يعني نشوف إنه هذا تعليم غلط. عبارة مثل غلط. لما ربنا يكتب على الإنسان مصير أسود، إيه ذنب الإنسان؟ ما لازم الواحد يفكر في المسيحية بقى. اي حب تعطينا رايك شو بتقول المسيحيه؟ المسيحيه بقى يقول لك ايه في رساله تيموثاوس الاولى صح 2 عدد 4، يقول ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. الله بيريد الخير. ويقول اني لا اسر بموت الخاطي بل بان يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. الله لا يسر بموت الخاطي. وبعدين في سفر التثنية اصحاح 30 منتهى الصراحة والوضوح عن حرية الإنسان، يقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لتحت. اختر بالنص كده. والمسيح نفسه قال إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. إذن هناك فرق كبير جدا بين هذا وبين ذاك. يعني فينا نشوف انه مظبوط انه في بالكتاب المقدس انه بيشجع الانسان يختار طريق الحياة يعني، بس فينا نقول انه كل انسان طالما حكينا انه هو خاطئ ومكتوب انه كل انسان بيروح على جهنم على النار اذا ما تاب اذا ما قبل الفاد. يعني المشكله اللي انا عايز اثرها برضو في الموقف ده، من حق المتنصرين ان يرفعوا قضيه امام المحاكم ويطلبوا بحريه الاختيار في الرده بتاعتهم. ليه؟ لان في ثلاث، انا هقول دلوقتي ثلاث قصص عن محمد اتاح فيها برغم كل هذا الكلام، فممكن يرفعوا قضايا في بلادهم ويطالبوا بهذه الحقوق. ايه بقى الحاجات دي؟ كان عادة موجود في كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، عادة ان المسلمين الجاهليين لما ما كانش حد من عيالهم بيعيش فيخلوه يتهود عشان يعيش. فلما جه الاسلام
فقالوا للنبي ان ولادنا يهود يعني. قال كده: قد خير اصحابكم فان اختاروكم فهم منكم وان اختاروهم فهم منهم. يعني حريه. وفي قصه تانية برضو عن ابو الحصين، ان كان في تجار زيت بيجوا من الشام وكلمهم ولاده فامنوا بالمسيحيه فراحوا وياهم، فجم قالوا له، فقال لهم سبوهم لا اكراه في الدين. وقصه ثالثه ايضا، كانوا بني قريظه لما جالوا من الجزيره فقالوا لهم ده، قالوا له ده في ناس مسترضعين منهم وهيمشوا وياهم، فقال لهم لا، نزلت لا اكراه في الدين. اذا انا عايز اشجع المتنصرين انهم يطالبوا بحرية الاختيار بناء على هذه المراجع اللي انا ذكرتها دلوقتي. وبهذا انا بعتقد ان ده كافي قوي لتوضيح حد الردة، لان الوقت تالي نحايا. شكرا جزيلا على يعني هالكلام. وبحب يعني قبل ما ننهي البرنامج تحب تحكي عن الحريه اللي بتكلم عنها الرب يسوع. أمين. في انجيل يوحنا بتكلم الاصحاح الثامن اذا بتتذكر، بتكلم عن الحريه الحقيقيه، لان بشوف ان كلنا مقيدين يعني بالخطيه. يعني هل يا ترى ممكن الانسان المقيد يعني ان حرركم أيوه. الابن فبالحقيقه تكونون احرار. أيوه. بس انا عايز اكمل برضو في عظه الجبل. معلش بعد اذن حضرتك. فضل. كنا خدنا طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. النهارده الايه بتقول طوبى للرحماء لانهم يرحمون. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. الإنسان اللي بيرحم غيره دليل إن هو ضميره حساس والله هيرحمه. الشخص اللي ما بيرحمش الآخرين مش ممكن ربنا هيقدر يرحمه. كما فعلتم بالآخرين يفعل بكم. وعلشان كده أنا نصحت للمشاهد زي ما بيقول السيد المسيح، خلي في قلبك رحمة، بلاش العنف، بلاش الجبروت، بلاش القتل وسفك الدماء، لكن خلي في قلبك رحمة لأن الله نفسه رحيم ويعطينا أيضا هذه الرحمة لنتعامل بها. فيا بخت الإنسان الرحيم لأنه سوف يرحم من قبل الرب. آمين. ونشكرك ونشكر أصدقائنا المشاهدين ومنشجعهم يطلبوا هن هالرحمة من عند الرب حتى يقدروا يختبروها ويكونوا رحماء مع الآخرين. ومنشجع كل أصدقائنا أنه يكتبوا لنا طالما بيقدر يكتب عن طريق الانترنت وعلى العنوان اللي بده يطلع على الشاشة. ممكن ايضا نبعث لهم الانجيل او حتى الكتاب المقدس او كتب اخرى يعني. فاذا اكتبوا لنا بكل صراحة بكل احترام ومحبة نحن رح نقدر نجاوبكم ويكون في نقاش بناء. والرب يبارككم بحلقة تانية. امين امين امين. We'll be right back.